كمان معانا الناقد الرياضي الاستاذ محمد المهدي، وكان معانا امبارح قبل المباراه. اهلا بيك يا استاذ محمد، منورنا ومبروك. حسام الله يبارك فيك ومبروك لكل الجمهور النادي الاهلي وكل جمهور الكره المصريه. متهيألي ما شفناش حاله الفرحه دي من زمان قوي، يعني امبارح الشوارع كلها كانت فيها عربيات والشباب في كل حته والاعلام، كنا مفتقدين احنا الحاله دي والروح دي. طبعا ده جزء كبير انه مفتقدين البطوله، جزء ثاني ان هي على حساب الوداد، وانه النادي الاهلي طبعا زي ما الكل عارف انه تعرض لظلم شديد النسخه اللي فاتت من دوري ابطال افريقيا، ان النهائي يبقى مباراه واحده وتتلعب في المغرب على ارض الوداد وسط جمهوره. فبالتالي يعني كان حاله من ان كل جمهور النادي الاهلي كان يشعر بالحزن وبالظلم بالموسم اللي فات. فبالتالي انه لما يعني كره القدم تكافئك يبقى النهائي النسخه دي برضه الاهلي والوداد، وتفوز على الوداد او يعني تحصل على البطوله من ارضه برضه من ملعبه، فبالتالي انه الفرحه كانت زياده شويه. لا مش زياده شويه، محتاجينها والله. طيب خلينا اقول لحضرتك انه في جزء برضه انه يعني ما فيش، نقدر نقول ان الكره المصريه لنا فتره برضه يعني ما فرحناش منتخبات انديه بتاع، فبالتالي انه كان لازم انه بعد حاله الفترات الكبيره دي انه يبقى في فرحه هستيريه يعني. طبعا، وكمان كان فوز مطلوب، بيتهيألي العائد المادي كويس، 4 مليون دولار اعتقد صح؟ للنادي الاهلي؟ 4 مليون دولار للنادي الاهلي للبطل. هينفعونا جدا جدا في هذا التوقيت، وهيفعلونا في الصفقات بقى في الفترة القادمة. طب انت ايه اخر مقلد حضرتك بقى، طبعا كمان كاداريين وفنيين واستقبال النادي الاهلي، وهل في احتفالية خاصة ولا لا؟ لو عندك بقى ما بعد الاحتفال الامس، لدي ايه حضرتك من معلومات تقولها لنا؟ طبعا رسالة السيد الرئيس امبارح كانت يعني خير يعني احتفالية للاعيبة النادي الاهلي والجهاز الفني. السيد الرئيس يهنئ النادي الاهلي بالفوز بدوري الابطال، يعني اسلجت صدور كل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره، واعتقد ان هم يعني بالامس خرجوا بتصريحات برضه تلفزيونيه واتكلموا عن 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 تهنئه الرئيس ليهم. النهارده البعثه وصلت الصبح وكانوا في انتظارهم وزير الشباب والرياضه في مطار القاهره، وتم استقبال يعني ممتاز لبعثه النادي الاهلي. ولكن الاحتفاليه دلوقتي ما فيش اي حسابات في النادي الاهلي، لان زي ما حضرتك عارف انه في بعض اللعيبه انضمت لمعسكر منتخب مصر في المغرب، عندنا ماتش مع غينيا يوم 14 في تصفيات امم افريقيا، ثم عندنا ماتش ودي مع جنوب السودان في القاهره، وفي بعض العناصر هتنضم للمنتخب الاولمبي، عندهم معسكر في القاهره، عاملين ماتش ودي، ثم هيسافروا المغرب، عندنا البطوله تحت 23 سنه المؤهله للاولمبياد 2024. فبالتالي انه وطبعا في فتره توقف للدوري للنظر لمعسكرين المنتخبين، فبالتالي انه مش هتقدر تجمع لعيبه الاهلي في الفتره دي. وخليني اقول لحضرتك ان النادي الاهلي هو خلاص بيقفل البطوله الصفحه، ثاني يوم بيفكر في اللي بعده. الاهلي عنده دلوقتي بطوله الدوري، عنده كذا ماتش مؤجل، وهو دلوقتي حاليا يعني ثاني الدوري بعد بيراميدز، يعني مع فارق التأجيرات الاهلي عنده 6 ماتشات مؤجله. فبالتالي النادي الاهلي بعد معسكرات المنتخبات الوطنيه هيبدا يخش في اجواء بقى الدوري المصري، انه يحسب الدوري المصري. فحاليا ما فيش اي تفكير عند اداره النادي الاهلي اللي عمل اي احتفاليه بالفوز بدوري الابطال، يعني كما عهدنا قبل كده ان الاهلي بياخد البطوله ثاني يوم يحتفل يومها، وثاني يوم بيقفل الصفحه ويشوف اللي بعده من ناحيه. ومن الناحيه الثانيه انه العناصر اكثر من 10 عناصر او 12 عنصر مش موجودين، هيبقوا موجودين مع المنتخبات الوطنيه، فطبعا من الصعب انك تعمل احتفاليه ولعيبه الفرقه ما تبقاش موجوده. جميل جدا. والمباراه القادمه هي السوبر بقى صح؟ عندك السوبر مع اتحاد العاصمه الجزائري. لسه بس حتى الان الكاف ما حددش الماتش هيتلعب في القاهره ولا هيتلعب في دوله يعني محايده بين الفرقتين، ولكن هو الاقرب انه يتلعب في القاهره، لان الاهلي هو بطل دوري الابطال واتحاد العاصمه هو بطل الكونفدراليه. حتى الان ما جاش عروض، السنه اللي فاتت جه عرض الكاف انه الماتش يتلعب في قطر فتلعب في قطر، السنه دي لسه ما جاش اي عروض للكاف، فغالبا الامور هتبقى يعني الماتش هيتلعب في القاهره، ولكن لسه يعني اعتقد في شهر 8 الماتش السوبر يعني. امبارح برضو كانت المباراة صعبة، الحكم كان غريب جدا، وبرضو يعني احنا كنا بنلعب ضد الأرض وضد الجمهور وضد الحكم، برضو مباراة كانت ظروفها صعبة. يعني شايف ازاي برضو قدرة النادي الأهلي على التغلب على الصعاب دي بالأمس، وطبعا شفنا الشماريخ كمان والتحفيز الجمهوري والدخان اللي وقف الماتش، والحكم برضو ما كانش يعني زي ما بيقول ناس كتير، يعني كانت مباراة صعبة عليه جدا برضو. برضو يعني شايف من اول حقيقه كمان المؤتمر الصحفي والاسئله برضو اللي كان فيها
نوع من انواع برضو التحفيز والحماس اللي يمكن يكون زائد شويه عن الحد لو جاز التعبير. يعني برضو متهيألي اعتقد ان مباراه امبارح كانت برضو تتويج لخبره ومهاره النادي الاهلي. يعني بالظبط زي ما حضرتك ذكرت ان الامور بدات اصلا من القاهره كمان مش من المغرب، وحتى التصريحات الجانب في بعد ماتش الذهاب سواء المدير الفني فاندن بروك او يحيى بوجران كابتن الفريق انه خلاص الوداد بشكل كبير حسم الامور، يعني خسران 2-1 في القاهره فيقدر يكسب 1-0 في المغرب في الجمهور يعني الشرس في المغرب ويقدر يتوج بالبطوله للمره الثانيه على التوالي من النادي الاهلي والمره الثالثه في تاريخه برضه من النادي الاهلي. فبالتالي انه الاستفزازات كانت من القاهره. خليني اقول لحضرتك انه طبيعي هو يعمل كده لانه في الاخر برضه بيلاعب النادي الاهلي، فطبيعي انه يلقي عليك كل الضغوط اللي تحرمك انت كفريق او كلاعيبه من اداء كويس. يعني للامانه الاستقبال كان ممتاز لبعثه النادي الاهلي في المغرب وما حصلش اي مشكله من الجمهور المغربي الا بس الوقت بتاع المباراه والشماريخ والدخان الكثيف اللي يعني توقفت المباراه اكثر من مره بسببه. ولكن عايز اقول لحضرتك ان نقطه مهمه جدا، حتى لو شفت بعض الفيديوهات لعيبه النادي الاهلي يعني تكيفوا سريعا على الامور في المغرب قبل السفر، اتفرجوا على فيديوهات كثيره جدا لجمهور المغرب والجمهور بيعمل ايه، خصوصا جمهور الوداد لانه جمهور الوداد طول الوقت هو شرس في ملعبه، يعني الدخان والشماريخ والهتافات والسفرات الاستهجان والقصص دي كلها. عايز اقول لحضرتك انه كولر خصص جزء معين من التدريبات للفريق قبل السفر انه اللعيبه تتفرج على ماتشات للوداد على يتابعوا جمهور الوداد بس بيعمل، بحيث ان هو يبقى انه لما يشوف ده هناك ما يبقاش ان هو تحت ضغط ما يبقاش متوتر. وشوفنا ده، انا ممكن الشوط الاولاني يبقى لعيبه الاهلي كانت متاثره شويه مع الاخطاء التحكيميه مع الضغط الجماهيري، ولكن في الشوط الثاني شفنا الوضع يعني مغاير تماما ولعيبه النادي الاهلي كانت واقفه على رجلها وما كانش امامها اي جمهور. حتى لو شفت فيديوهات بعد المباراه لعيبه النادي الاهلي بتحتفل باغاني مصريه والقصص دي كلها وسط جمهور المغرب، فبالتالي هم حرصوا بشكل كبير جدا على انه يرفعوا الضغوط من على اللعيبه من اللي هيعملوا الجمهور. يعني كان للاساس انه اللعيبه تتكيف مع الضغوط الجماهيريه اكثر من لاعبي الوداد. وشفنا حتى تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ قال انه اليومين اللي الاهلي اتدرب فيهم في المغرب كان الجمهور الاهلاوي اللي موجود رغم قله عدده بيعمل سفرات الاستهجان اللي المفروض ان جمهور الوداد هيعملها في المباراه عشان اللعيبه تتعود عليها في التدريبات، فبالتالي انه لما يسمعوها في الماتش ما تبقاش مؤثره عليهم بشكل كبير جدا. فالحاجات دي العوامل دي هي اللي ساعدت النادي الاهلي انه يعبر بالمباراه لبر الامان. وخليني اقول لحضرتك برضه جزء فنيا انه الوداد كان يعني مقل فنيا بشكل كبير جدا في المباراه، احنا ما شفناش الماتش كله الا كره واحده اللي هي كره الجون بتاعت يحيى عطيه الله. غير كده ما كانش في اي خطوره للاعيبه النادي الوداد، خلاص هم كانوا مركزين انه 1-0 يعني يكسبوا البطوله، فبالتالي انه خلاص جابوا الجون في وقت مبكر بتتكلم في الدقيقه 30 وخلاص انه عايز يكمل بقى ال 90 دقيقه كله بيدافع. ولكن النادي الاهلي ما ادهمش فرصه انه خلينا نقول ان تغييرات كولر كانت سريعه جدا وعمل ضغط هجومي بشكل رهيب جدا على لاعبي الوداد، حتى نجح محمد عبد المنعم انه يسجل هدف التعادل وهدف يعني التتويج للنادي الاهلي. حتى وقتها لو حضرتك فاكر انه يعني الوقت كان فيه وقت لسه كبير بتتكلم في 15 دقيقه بالوقت الضايع، لعيبه الوداد ما كانش فيه برضه خطوره على مرمى النادي الاهلي، كان خلاص حتى تفكيرهم انه احنا بالنسبه لنا كان عامل الاستراتيجيه بتاعته حتى المدير الفني تغييراته المدرب الوداد انه تغييراته كانت ضعيفه جدا وبرضه بيسحب مهاجم وينزل مهاجم لانه كان باني خطته انه يسجل جون مبكر في النادي الاهلي ويدافع بقيه المباراه ويخرج بالمباراه لبر الامان. لما الاهلي تعادل هو ما قدرش انه يغير فكره وطريقته سريعا، وده اللي ساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. لعيبه النادي الاهلي والحمد لله على كل شيء. كانت خاصه انها يعني تفوز بالبطوله في المغرب وترد يعني زي ما بيقولوا كده الالم اللي خدوه السنه اللي فاتت، فبالتالي انه كل الاجواء كانت تساعد النادي الاهلي على التتويج باللقب ال 11 في تاريخه والعوده الى القاهره بالكاس الغاليه. يعني انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا استاذ محمد، ومبروك ليك ومبروك لكل الجماهير المصريه، فوز مستحق وتاريخي للنادي الاهلي، وزي ما قال كمان السيد الرئيس انه فوز تاريخي ولعيبه تميزت بروح قتاليه عاليه، ودي الحقيقه مبروك لعيبه النادي الاهلي والكتيبه الحمراء، وكانت ليله حمراء بامتياز، ربنا يديمها علينا نعمه وان شاء الله نحتفل بالسوبر كمان قريب، ومبروك للرياضه المصريه في نهايه الامر.